عشر شوط ختام بتعداد أشواط فترتنا الصباحية ومنافسات وانطلاقات هذا اليوم لمنافسات سن الحيل وانطلاقات هذا السن مع الكبار ومنافسات الكبار لهذا اليوم. نبدأ مباشرة مع هذه الانطلاقة لنتابع مقدمة هذا الشوط، لنتابع ونشاهد هذه الانطلاقة المميزة مع المركز الأول ومع الصدارة وقائدة لزمام أمور هذا الشوط هملولة، تعود الملكية لسعادة الشيخ جعام سلطان بن جاسم بن ثاني آل ثاني، فهد بن سالم بن مسعود من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني ثاني التحديات، تتابع على هذه الانطلاقة الشايبة تعود الملكية. على المركز الثاني بهذه اللحظات عسيلة، تعود الملكية لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان، أحمد بن خلفان المزروع من يتابعها بعملية التضمير. النقلة إلى المركز الثالث، نتابع الغارية تعود الملكية لهجر الشحانية، يتابعها سلطان بن محمد الوهيبي بعملية التضمير. والنقلة إلى المركز الرابع، لنتابع لرابع المراكز ندى، تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير لدى سلطان بن محمد الوهيبي. وخامس المراكز التواجد من قبل منحاف لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم، أحمد بن علي بن عامر العويسي من يتابعها بالتضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة المنطلقة. نتابع خامس المراكز، ينخطب من قبل السيلية لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي من يتابعها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة المتواجدة بمسيرة هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة، لنتابع الأسماء الأولى المتواجدة خلف الخمس المراكز. أسماء ما بعد حان تواجدها نتابعها في الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة. شكرا أحمد السادة، شكرا محمد فيفي على هذا النقل الجميل واللقطات واللمسات المميزة لرياضة الآباء والأجداد ولمنافسات هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، لنتابع منافسات الكبار وانطلاقات الكبار. نعود إلى الصدارة وإلى هملولة والسلالة الهملولية المتواجدة مع المقدمة ومع انطلاقة شعار سعادة الشيخ جعاب السلطان بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر فهد بن سالم بن مسعود من يتابعها بعملية التضمير، ومن يقدم لنا هملولة بانفرادتها الأولى وانطلاقتها مع المركز الأول. المركز الثاني التقدم من قبل عسيلة، عسيلة تعود الملكية لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان، أحمد بن خلفان المزروعي من يتابعها بالتضمير. والمركز الثالث التواجد من الغارية ومتابعة شن الغار الغارية المتواجدة على ثالث التحديات، تعود الملكية لهجر الشحانية يتابعها العملاق بعملية التضمير. وكذلك يتابع أيضا ندى المنطلقة على رابع المراكز المتواجدة بردائنا للأسماء الخمسة الأولى منطلقة على رابع التحديات، تتابع مسيرة هذا الشعار بالإنجازات الحافلة وبالانطلاقات المميزة. يتابع أيضا تعود ملكيتها لهجن الشحاني ويتابعها سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا في هذا أيضا الصباح أسماء مميزة، قدم لنا رياض وقدم لنا صيادة وكذلك قدم لنا ولا وقدم لنا سردال، والأسماء الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في هذا اليوم ومع منافسات سن الحيلي والزمول. لنواصل ندانا مع المركز الخامس، غادمة أيضا بهذه اللحظات السيلية لتنضم معنا في هذه الانطلاقة ولتواصل مسيرتها مع خواتها بالعزبة. انطلق على المركز الخامس تحمل شعار هجي الشحانية يتابعها المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة لمسيرة هذا الشوط وللانطلاق المميز مع أيضا منافسة هذا الشوط. نذكر بصاحبة أفضل توقيت زمني في هذا اليوم
وهي صاحبة الشوط الأول الرئيسي. محبة تعود ملكة الهجة الشحانية، قدمها لنا الذهبي سالم بن فاران المري، وكان توقيتها الزمني 12 دقيقة 30 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. يا ليت لو تعطينا أيضا صاحبة هذا التوقيت أحمد السادة من فازت معنا في أول أشواطي هذا اليوم، لنتابع أيضا انطلاقتها وتوقيتها الزمني. نعود إلى مجريات الشوط مع هذه الانطلاقة ومع هذه النقلة الجميلة الواضحة لأيضا الشعارات المتواجدة بمسيرة هذا الشوط من أيمن الميدان، لنتابع أسمائنا 15 المنطلقة والمتواجدة بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة. نعود مجددا للصدارة، انتصفت المسافة، نذكر الجميع بأن مسافة هذا الشوط انتصفت تحت أقدام هذه اللجن المشاركة وتحت أخف هذه الرسائل المنطلقة. انطلاقة أول المراكز مع هملولة، هملولة والدماء الهملولية تجري بعروق هملولة المتواجدة على المركز الأول، الحاملة للرقم واحد والمتمركزة على المركز رقم واحد. لكننا نرى أمور الصدارة بدأت تتغير شيئا ما من قبل أيضا الغارية، من غادت الأسماء وغيرت مجريات الشوط لتسيطر تمام السيطرة على المركز الأول. نتابع متابعينا الأعزاء صاحبة أفضل توقيت على شاشة قناة الريان الفضائية، وهي أيضا محبة الجماهير ومحبوبة الجماهير الحاضرة معنا في أول أشواط هذا الصباح، حاملة لشعار هجة الشحانية المالكة، قدمها سالم بن فاران المري وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 30 ثانية 7 أجزاء من الثانية. نعود إلى مجريات الشوط لنتابع هذه الانطلاقة وأمور أول المراكز مع الغارية من شنت الغارة مبكرا وانطلقت بأول المراكز وتواجدت مع المقدمة والصدارة كقائدة لمجريات هذا الشوط ومسيطرة تمام السيطرة على المركز الأول. تعود الملكية الشحانية، يتابعها العملاق بعملية التضمير، والمركز الثاني أرى تقدم الظبي لأول ندى، تصل الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء، وصلت بهذه اللحظات، انطلقت حاملة الإشعار اسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سلطان السويدي من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثالث حاضر ندى، انطلق إلى ثالث التحديات وتسللت إلى المركز الثاني بهذه الانطلاقة المميزة لهجة الشحانية، تابعها سلطان بن محمد الوهيبي. المركز أيضا الثاني ينخطف من قبل عسيلة، من تقدمت بهذه اللحظات وانطلقت كأقوى المنافسات في هذا الشوط سمو الشيخ سلطان بن زايد النيان أحمد بن خلفان المزروعي من يتابعها بالتضمير. المركز الثالث ندى لهجة الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي من يتابعها بالتضمير. المركز الرابع الظبي لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، خليفة سلطان بن رشيد السويدي من يتابعها بالتضمير. والمركز الخامس تتواجد الربعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بن عرط الحمير من يتابعها بالتضمير. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأت تقترب من بعضها البعض لتحلو المنافسة بمسيرة هذا الشوط، ليستمتع المتابع والعاشق لهذه الرياضة بحضور المنافسة وحضور القوة بمجريات هذا الشوط. تسللت بهذه اللحظات ذخيرة من وصلت لأول ندى مع المركز الرابع لهجر الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي من يتابعها بالتضمير. وهنالك أيضا قدوم الأسماء ووصول الشعارات اللي بدأت تتسلل بهذه اللحظات، تجاوزنا لافتة 2 كيلومترات، خلاص الأمور بدأت تشتد صعوبة بهذه الانطلاقة، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط مع هذه الانطلاقة المميزة، وبدأ إعطاء شبه الأوامر مع الجهاز اللاسلكي. انطلقت الفائزة الحاملة لشعار هجن الرياسة، وصلت لأول نداء، وحمدان بن عوض من يتابعها بعملية التضمير. الله
هي الفائزة، انطلقت وغيرت مجريات هذا الشوط، انطلقت مع الصدارة الفائزة باحثة عن الفوز، باحثة عن التتويج، باحثة على المركز الأول. المركز الأول مع الفائزة المركز الثاني، وصلت الشايبة أو هذه حسيلة لسمو شيخ سلطان بن زايد أم هيان أحمد بخلفاء المزروع من يتابعها بالتضمير. المركز الثالث ندى الهجة الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي، رابع المراكز ذخيرة الهجة الشحانية مع أيضا سلطان بعمل التضمير. المركز الخامس تصل السيلية لهجة الشحانية ومع العملاق بالتضمير، ولكن أعود مع الصدارة، أعود إلى الفائزة من انطلقت وقدمت هذا العرض الجميل مع أول المراكز ومع تحية مجريات الكيلومتر الأخير. الفائزة وشعار هجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا يضمرها حمدان بن عوض بالكيلة العامري من يتابعها بعملية التضمير، ومن يقدم لنا الفائزة بالمركز الأول مع هذا الفوز مع هذا الانطلاق. ولكن أرى الغدوم من السيلية، السيلية انطلقت كالسيل الجارف مع المركز الثاني، بدأت تتقالص الأمتار، بدأت تتقالص أمتار هذا الشوط لنقترب من خط الفيصل، وبانت المنصة الرئيسية، الخط بدأ مستقيم نحو الناموس، والفائزة مع الصدارة نداء سيلية غادمة مع المركز الثاني، ولكن شعار هجن الرياسة مع المركز الأول مع الصدارة مع القيادة ومع مقدمة هذا الشوط حمدان أيضا العامري يقدم لنا انطلاقة أول المراكز. حمدان بن عوض بالكيل العامري من يقدم لنا الفائزة بالمركز الأول، من فازت معنا في هذا الشوط وحققت هذا المركز الأول والمتقدم. إذن الثاني والتبريكات نزفها لهجن الرياسة على فوزها بشوط الختام وختام أمس لمجريات هذا الصباح ولمنافسات هذا اليوم. إذن نهني هجن الرياسة، والثاني الحمدان بن عوض العامري المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الكرام ثاني مراكز السيلية الهجن الشحانية المركز الثالث، ثالث المراكز وصلت الرباعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مركز الخامس، الرابع حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد سيد المكتوم، خامس المراكز وصلت من حاف لسمو الشيخ زايد المكتوم. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا وشاهدنا منافسات ومجريات شوط الختام، وكان ختام مسك مع أيضا شعار هجن الرياسة ومع الفائزة من فازت معنا في هذا الشوط. إذا نذهب إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الفائزة 13 دقيقة ثانيتين ثمان أجزاء من الثانية، الثانية التبريكات لهجن الرياسة والثانية لحمدان بن عوض العامري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصلت السيلية 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية، الثانية التبريكات لهجن الشحانية والثانية موصولة للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث. وصلت الرباعة 13 دقيقة 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية، الثانية التبريكات نزفها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والثاني عتيق بسالم بالعرض الحميري على هذا الفوز المستحق. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء انقضت أشواطنا ومنافساتنا هذا اليوم، لنذهب بحضراتكم مع استجوال أسماء الفائزين المتوجين في هذه الفترة الصباحية. كانت محبة هي صاحبة الشوط الأول لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فران المري، وكانت صاحبة أفضل توقيت زمني 12 دقيقة 31 ثانية بالوفاء وتم بدون أي جزء.
وكان رياض هو الفائز، معنا في الشوط الاول للزمول التاني اتفق على الهجة الشحاني والتاني سلطان بن محمد الوهيبي. امام اعينكم متابعينا الكرام متابعين شاشات قناة الرياض الفضائية اسماء الفائزين المتوجين في اشواطنا 14 شوط التي تابعناها وشاهدناها وايضا حضرت فيها المنافسة والندية في هذا اليوم مع اشواط الكبار. تقبلوا تحيات المخرج احمد السادة وكذلك تحيات محمد سيدي وتحيات زملائي المعلقين والقائمين على نجاح هذا المهرجان، ودمتم بحفظ الله ورعايته في ملتقى بإذن الله تعالى في تمام الساعة الواحدة مساء هذا اليوم لمنافساتي وانطلاقاتي أيضا الأشواط المفتوحة ومنافساتي الحيلي والزمول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.